كرة قدم. محمد سيلح ذو حدين، يعني امضاء يوسف عطال في الدوري التركي، خاصة وين لو يعني امضى في فرق كبيرة كفينرباتشي او غلطة سراي، هذه الفرق محمد تلعب يعني دوري ابطال اوروبا، يعني عندها صدى، المناجير يتابعون هذه الفرق الكبيرة. نعم. لكن الان عطال لازم يعني يكون اداء تاعه جيد في هذا النادي، لانه نادي ما نقولوش نادي صغير ولا، لكن نادي اللي ما نعرفوش. هذا الشيء راح يجي على عطال انه يعني راح يثابر ويسي كيف يعني يطلع من المستوى تاعه، خاصه وين عنده نقص من المنافسه، ونعرفوا ان عطال في الاونه الاخيره صح في هذا الموسم كانت عنده بدايه جيده، وما نساوش ان عطال كانت عنده العدد كبير من الاصابات، لولا الاصابات يا يوسف عطال كان يعني في هذا العام كان جيد في بدايه الموسم، لا قلت لك كان، لكن كانوا عنده مشاكل تاع الاصابات. ويوسف عطال في كاس افريقيا في مصر لو دار كاس افريقيا كما ينبغي وكملها بدون اصابه، يوسف عطال كان رايح الى تشيلسي 40 مليون يورو كان عنده عقد، كان عنده لو دار كاس افريقيا في مستوى جيد، على الاصابه في الكتف هي اللي اخلطت له الاوراق، كان رايح الى فريق تشيلسي. وشوف في انذاك سعيد بن رحمه قال باني مستعد للتنافس من اجل الحصول على مكانه اساسيه يا ميدو، وقال باني العب بدون مشكل سواء الجهه اليسرى او خلف المهاجمين، هذا الامر لا يشكل اي مشكل بالنسبة إلي، المهم أن ألعب أساسيا وأنا مستعد لمساعدة الفريق. كيف تتوقع الآن التجربة الجديدة، وهل تعتقد بأن خروجه من وست هام هو قرار حكيم؟ حكيم ما كانش يلعب، باكيتا قدوس وبوان صراحة دوك نبداو نهضرو لوجيك مستوى، قدوس أفضل لاعب في مرحلة الذهاب في وست هام، باكيتا يلعب 10 في منتخب البرازيلي اساسي، وجارود بوان اون بارل با مسجل اهداف، ما كانش يلعب لوجيك، كانوا خير منه هو تحول لكرسي الاحتياط، ما فيها لا عنصريه، احنا نحبوا غوارديولا عنصري، موزاس عنصري، شغل احنا خطاك خرج نيمار من داك رونالدو الفينومينو، لذلك قراروا بالانتقال الى وست هام بخروج الى نادي ليون قرار حكيم، لانه اليوم راح يلعب في بيئه يعرفها جيدا هي فرنسا، لانه عاش فيها، ويلعب في نادي اولمبيك ليون اللي كان بدا بدايه كارثيه في اول 11 مباراه في الدوري كانوا عنده 4 نقاط فقط، فاعتقد بانه راح يكون عنده طون جو، خاصه انه النادي هذا يلعب على السقوط، إلوغا دو طون دو جو، لأنه النتائج في الذهاب ما مشاتش لمارسيليا، وبعدها راح ليون، وبعدها راح يواصل كأساسي، وخاصة أنه جاء إعارة 6 أشهر، في نهاية الموسم سيرى أولمبيك ليوني إن كان بإمكانه شراء عقد راح نعمله. نعم، بالرحمة لديه الآن فرصة للعودة للمنتخب الوطني بعد رحيل جمال بالماضي، أليس كذلك؟ إذا تألق في ليون طبعا. شوف محمد، نهضروا بكل صراحة، الناخب الوطني السابق للمنتخب الوطني مد فرصة بالرحمة فرص انت كي قلت لي فرصة ولا عنده فرصة باش يولي المنتخب الوطني، المشكل بعد الاشكال الذي حدث بينهما، المشكل خلينا ما نهضروش على المشكل اللي صار بينه وبين المدرب، نحكوا على لو طون جو اللي لعبوا كاع في المنتخب الوطني، الوقت والمباريات اللي لعبهم، اسكو برز لا برحمة. لم يقدم الشيء الكثير، لو كان ما نقدرش نقول لك الناخب الجديد اللي يقرر، انا وش شفت هضرت تكلم ديجا على بالرحمه، قلت الناخب الوطني السابق مدلو فرصه باش يبرز، ومدلو فرصه ماشي لقاء ولا لقاءين، شارك واقل في 20 مقابله، ما شفناش بالرحمه اللي كنا نشوفوه بعض ما في اذا تالق في ليون عنده فرصه من العوده للمنتخب الوطني، هذا ما قلته انا والله ما نقدر نقول لك محمد، انا كرايي شخصي بالرحمه تكلمتها ونعاودها، شفت باللي في الفتره السابقه ما كانش لاعب تاع منتخب وطني، دوك في هذه الفتره الجديده الله اعلم، انا ما نعلمش الغيب، ان شاء الله احنا نتمناو له كلاعب جزائري يبرز في الفريق تاع ليو، ان شاء الله يرجع للمستوى تاعو اللي كان ظهر به في وست هام في الاعوام السابقه، ويكون على اوتور بوركوا با، بالك يفيد المنتخب الوطني. نعم، مرافقة والدة بالرحمة لبالرحمة تصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا اللاعب أمين أينما حل وارتحل إلى يأخذ والدته معه، شيء جميل جدا يثبت خصاله الحميدة وأخلاقه الرفيعة. أكيد لما تكون لاعب في هذا المستوى العالي راح تكون قدوة للشباب وقدوة للذين يتابعونك في مختلف الأعمار، لذلك مثل هذه التصرفات ست
تبقى راسخة في أذهان هؤلاء الشباب، ربما تمنحهم رسالة طيبة حول أهمية الوالدة في حياة الإنسان. نعم، ما هي آخر أخبار قويري ميدو؟ سجلتونا في آخر مباراة مع إيران، بدأ يعود المنافسة خاصة بعد الإصابة اللي كانت تحدثوا عليها هي سبب غياب عنكاسو من أفريقيا. راهو في بدأ يسترجع إمكانياته البدنية والفنية، والدليل سجل هدفه. نعم، غويري سيكون من الشباب الذين سيعتمد عليهم المدرب الجديد، أليس كذلك؟ طبيعة الحال غويري لاعب اللي عنده إمكانيات، حتى وإن يعني القليل من المشاركة تاعه في المنتخب الوطني لم يكن يعني موفق كما ينبغي، لكن شي قليل حوشين شارك في 4 مقابلات. القليل قليل من المشاركة، وشنو أمين كيف القليل من المشاركة في المنتخب الوطني، ما كانوش عنده يعني فرص كثيرة اللي كان يعني تتوقف على أحقيته في تواجده في المنتخب الوطني، العكس اللي بالرحمة. لكن بالرحمة محمد ما تكلمتش عليها، أنا تكلموا الزملاء. بالرحمة محمد يقدر لو يكون عنده أداء طيب في ليون ويكون يعني بمستوى راقي، يقدر الناخب هذا الجديد يقدر يناديه، لأن ربما بالرحمة مع الناخب اللي كان يعني كانت يعني دائما عنده كان عنده دخول محتشم. هناك عدة لاعبين كما تكلم ميدو في السابق، هناك عدة لاعبين اللي ما شفناهمش بكثير خاصة المباراة التحضيرية. لازم مدرب محمد يعيش مع اللاعبين، يعيش المباريات، يعني يتعامل مع المباراة الودية. وشنو هي مباراة ودية محمد؟ هي مباراة تحضيرية، والمباراة التحضيرية لازم تسيي الأكثر من العناصر تاعك لكي توقف على الجاهزية. بالرحمة وقويري لاعبا مميزا، لاعبا يرام ينشطوا في الدوري الفرنسي، والدوري الفرنسي نعرفوا أنه دوري لا بأس به، لو يكون عنده مردود خاصة من محمد الآن. بالرحمة شوفي الآن من الإصابة، قويري ولاعب اللي راح تحتاجه محمد، لأن عنده قاعدة يعني جيدة في الفئات الشبانية وفي المستوى تاعه اللي راهو في القسم الأول في البطولة الفرنسية. وبالرحمة محمد الآن راه أمام حتمية أنه يخرج كل ما لديه، لأنه كان يلعب في الدوري الإنجليزي، الدوري هو الرقم 1 في العالم، والآن راك تلعب في الدوري الفرنسي، راك نزلت يعني بدرجة، لازم يكون أداء تاعو راقي، ولو يكون أداء تاعو راقي راح يكون حلمي بين حلول للناخب الجديد. أمين، مستقبل هجوم المنتخب الوطني لقويري وعمورة، ليس كذلك؟ إضافة للاعبين آخرين، من هناك الشرقي الذي سيأتي بنسبة كبيرة إلى المنتخب الوطني الجزائري، ولك أوليز الذي تجري معه مفاوضات منذ مدة، هناك لاعبون آخرون. تعرف أنه الجزائر لديه الكثير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، منهم من نعرفه حاليا ومنهم من سنكتشفه في المستقبل. لذلك يبقى قويري وعمورة من بين أعمدة الهجوم في المنتخب الوطني الجزائري في ما نقولوش المستقبل، إحصائيات رهيبة لعمورة حتى بعد كأس أمم أفريقيا ما زال يسجل. أكيد عمورة يمر في أحسن موسم له على الإطلاق منذ احترافه، يبقى قيمة ثابتة في المنتخب الوطني الجزائري. تمنينا لو رأيناه أكثر في كأس أمم أفريقيا، ولكن نظرا للظروف كان معاقب في المباراة الأولى، بعدين سيناريو المشاركة الجزائرية، سيناريو المباريات لم يخدم عمورة. ربما سنشاهده وسنرى ونكتشف عمورة أحسن مع المنتخب الوطني الجزائري في الفترة القليلة المقبلة.